العاشرة صباحا الثامنة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بصوته في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بمدرسة الشهيد مصطفى يسري بمصر الجديدة. طلب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي جموع المواطنين المقيدة أسماءهم بجداول الناخبين بالمشاركة بإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية من خلال الإدلاء بأصواتهم في حرية في مناخ ديمقراطي كامل. وعقب إدلائه بصوته في الاستفتاء أكد رئيس الوزراء أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب واجب وطني يجب أن يحرص عليه الجميع، لافتا لأن المشاركة في الاستفتاء رسالة للعالم تعكس مناخ الاستقرار والديمقراطية التي نعيشها حاليا. وأضاف أن الحكومة وفرت اللوجستيات والتأمين الكامل لأداء المواطن بصوته في الاستفتاء بسهولة ويسر. هذا وانطلقت عملية تصويت المصريين في الداخل في الاستفتاء على تعديلات بعض مواد الدستور عبر الاقتراع السري المباشر. وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات تجري عملية التصويت على التعديلات في 368 لجنة عامة من 9 صباحا وحتى 9 مساء على مدار أيام السبت والأحد والاثنين تحت إشراف قضائي كامل. من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم أكد على توفير كافة وسائل المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة لإتمام عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه تم وضع لافتات إرشادية على أبواب اللجان بلغة الإشارة عن كيفية التصويت مع توجيه القضاة والموظفين بالتعاون مع ذوي الاحتياجات لتسهيل عملية التصويت. وأكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها أن تصويت الوافدين في الاستفتاء على تعديلات بعض مواد الدستور سيكون متاحا بكل لجنة فرعية، وذلك من خلال بطاقة الرقم القومي سواء صالحة أو منتهية. وأوضح المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات أنها اتخذت تدابير للتيسير على المواطنين، وأشار المتحدث إلى أن الهيئة تقوم بتحديث قاعدة بياناتها باستمرار. دعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الناخبين في كل المحافظات إلى الدخول لموقع الإلكتروني الرسمي elections.ag للاستعلام عن لجانهم الانتخابية وموقعها ورقم اللجنة الفرعية وكذلك الرقم في الكشوف الانتخابية من خلال إدخال رقم بطاقة الرقم القومي المكون من 14 رقما. نهاية الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم على طيب المتابعة.